بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس 19. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الميت إذا مات فإنه تنزع ثيابه عنه ويسجى بغطاء ضاف عليه، ولكن تستر عورته قبل أن تنزع ثيابه، تستر عورته بأن يوضع شيء يسترها كلها من السرة إلى الركبة، ثم تنزع ثيابه ثم يسجى. عند التغسيل ينزع عنه الغطاء المسجى به، ولكن تبقى عورته مستورة كما كانت. نعم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته. نعم، يستر عورته. كيف ينجيه وعليه سترة؟ يدخل يده كما يأتي، يدخل يده من تحت الستارة وينجيه. نعم. وسن ستر كله عن العيون. يسن أن يغسل في مكان مستور كالخيمة والغرفة، ولا يغسل بدون ساتر يستره عن عيون الناس. نعم. وكره حضور غير معين. يكره حضور غير معين على تغسيله، فينفرد الغاسل ومن يعينه بصب الماء فقط، اثنان، واحد يغسل واحد يصب الماء، وإن احتاجوا إلى زيادة من يقلبه معهم فلا بأس. المهم كل ما أمكن تقليل الحضور عند تغسيله فإن هذا متعين ولا يترك يتفرجون الناس عليه. نعم. ثم نوى وسمى. ثم إن الغاسل ينوي نيابة عن الميت، لأن الغسل هنا واجب وعبادة، والميت لا تتأتى منه النية، فينوي عنه المغسل بالنيابة، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويسمي كما في طهارة الحي، يسمي الغاسل نيابة عن المغسول. نعم. ثم نوى وسمى. فالنية شرط، نية الغسل شرط، وأما التسمية فهي واجب لا تسقط إلا بالنسيان. نعم. ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي. نعم، هما في الحكم كفي غسل حي. النية شرط، وأما التسمية فإنها واجب مع الذكر. نعم. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس. بعد أن ينوي ويسمي يرفع رأس المغسول غير حامل، غير امرأة حامل، المرأة الحامل لا ترفع لئلا يسقط الجنين، أما غير الحامل فيرفع رأسه من أجل أن ينساب ما في بطنه من الفضولات لتخرج قبل تغسيله. نعم. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق. نعم، مع رفعه لانسياب الفضولات التي بداخله أيضا يمسح على بطنه برفق حتى يتسرب
ما فيه. نعم. ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ. يكثر صب الماء على المخرج حينئذ ليذهب بالخارج ويقطع الرائحة. نعم. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. نعم. ثم إن الغاسل يلف على كفه خرقة، ما يمس عورته مباشرة، وإنما من وراء خرقة يلبسها على يده أو يلفها على يده ثم ينجيه مع المخرجين قبل والدبر، ينجيه. نعم. وحرم مس عورة من له سبع. من له سبع فإنه لا يجوز مس عورته بدون حائل، وأما من دون السبع فإنه ليس له عورة فلا بأس. نعم. ثم يدخل أصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه. يعني إذا فرغ من تنجيته وتنقية المخرجين يأتي دور المضمضة والاستنشاق، لا يمكن أن يمضمض وينشق الماء لأن هذا يذهب إلى جوفه، لكن يدخل أصبعيه مبلولتين بالماء من وراء خرقة، على أصبعيه خرقة مبلولة بالماء يمسح بها أسنانه ولثته ويدخلها في منخريه فيمسح داخل منخريه. نعم. ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء. بلا إدخال ماء لأن الماء يفسد بدن الميت. نعم. ثم يوضئه كالحي، يغسل وجهه ويديه مع المرفقين ويمسح برأسه ثم يغسل رجليه ثم يغسل بقية جسمه. نعم. ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. إذا فرغ من توضيته حينئذ يشرع في تغسيله، فيغسل رأسه برغوة السدر، والسدر مادة منظفة يؤخذ من ورق السدر ويدق فيصبح منظفا من أحسن المنظفات وألينها للجلد، هذا هو السدر من شجر البر معروف. السدر له رغوة، إذا وضع في الماء صار له رغوة كالزبد على سطح الماء، فتؤخذ هذه الرغوة ويعرك بها رأسه لأن هذه منظفة، يعرك بها رأسه. نعم. ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله. بثفل السدر يعني الحثال، الثفل يعني الحثال، الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته، وأما حثالة السدر التي في الماء فيغسل بها بقية بدنه. نعم. ثم يفيض عليه الماء. فإذا فرغ من تنظيفه بالسدر أفاض عليه الماء على بدنه. نعم. وسن تثليث. ثلاث مرات، يعني يفيض الماء عليه ثلاث مرات مثل الحي، ثلاث مرات إلا إن احتاج إلى الزيادة فيزيد بقدر الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يغسلن ابنته ثلاثا أو سبعا أو أكثر إن رأينا ذلك، يعني إن احتاج إلى زيادة يزاد. نعم. وسن تثليث وتيامن. نعم. كالحي، يبدأ بميامن الميت الغسل ثم بمياسره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. وإمرار يده كل مرة على بطنه.
كل غسلة يمر الغاسل يده على بطن الميت، لأنه ربما يكون فيه فضلات تجمعت فيمر على بطنه من أجل أن تخرج. نعم. فإن لم ينقي زاد حتى ينقي. إذا لم ينقي بالثلاث زاد في الغسلات حتى ينقي البدن. قد يكون على البدن أشياء عالقة فلا تكفيها الثلاث، فيزاد حتى تذهب وتنظف البدن تماما. نعم. وكره اقتصار على مرة. المرة مجزئة لا بد منها، الغسلة الواحدة لا بد منها، لكن يكره الاقتصار عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزيادة عليها. نعم. وكره اقتصار على مرة وماء حار. ويكره الماء الحار لأنه يلين الميت، يلين الميت، والمطلوب أن يتصلب جلده ولا يلين، لأنه إذا لان فسد، فيكون الماء دافئا لكن لا يكون حارا، يكون بين الحار والبارد. نعم. وخلال. الخلال يعني تخليل الأسنان، لا تخلل أسنان الميت، لأن هذا لا داعي له، لا حاجة إليه، ولأنه ربما يتجرح، تتجرح لثته، إلا إذا احتاج إلى هذا، إذا كان في أسنانه أشياء تحتاج إلى إزالة لئلا تتعفن فإنها تزال، أما ما دام أنه ما فيه شيء واضح فلا يخلل، تخلل أسنانه. نعم. وأشنان بلا حاجة. وكذلك يكره الأشنان لأنه حار، ما هو مثل السدر، السدر بارد. الأشنان أيضا من المواد المنظفة، وهو شجر معروف، شجر الحمو الذي تأكله الإبل، شجر معروف ومنظف، وكانوا إلى عهد قريب يدقونه ويتنظفون به، ولك ما كان يعرف الصابون إلا نادرا. نعم. وأشنان بلا حاجة. أما إذا احتاج إلى الأشنان لأنه مادة حادة، إذا احتاج إليها فإنه يستعمل. نعم. وتسريح شعره. ويكره تسريح شعره لئلا يتساقط، يغسل لكن لا يسرح، يترك. نعم. وسن كافور. سن أن يوضع في الغسلة الأخيرة كافور، وهو مادة طيبة الرائحة، منظفة وباردة على الجلد، فتجعل في الأخيرة من أجل أن تبقى رائحتها، وأيضا تصلب الجلد بدل أن يكون الجلد قد لان مع الغسل، الكافور يصلبه. نعم. وسن كافور وسدر في الأخيرة، الغسلة الأخيرة. نعم. وخضاب شعر. إذا كان فيه شيب فإنه يخضب، لأن هذا هو السنة في لحيتها وفي رأسه، أو امرأة رأسها فيه شيب أبيض، قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم. وقص شارب وتقليم أظافر إن طالا، لأن هذا من خصال الفطرة، قص الشارب وتقليم الأظافر وأخذ الآباط والعانة، إذا كان فيها شيء طويل فإنه تعمل فيه السنة، تعمل فيه السنة خصال الفطرة. نعم. وتنشيف. ثم إذا فرغ من هذا كله فإن بدن الميت ينشف بخرقة أو بفوطة أو منديل من أجل أن يذهب بلل الماء عن جسمه. نعم. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. هذا كله في المسلم غير المحرم بحجنا وعمره، أما إذا مات المحرم بحج أو عمره فإنه يغسل ولكن لا يطيب، ولكن
لا يطيب، لأن الذي وقصته راحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم قال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، يعني يبقى على هيئة إحرامه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته وسقط لأربعة. نعم، يجنب المحرم ما يجنب في حياته من محظورات الإحرام من الطيب، تغطية الرأس، ولبس المخيط، يكفن في ثياب الإحرام، كفن في ثياب إحرامه ولا يلبس المخيط لأنه محرم. نعم. وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. السقط وهو الجنين الذي يموت في البطن، بطن أمه، إن كان دون أربعة أشهر فهذا لم تنفخ فيه الروح فلا يأخذ أحكام الجنازة، يلف بخرقة ويدفن، يدفن في مكان، لأنه ليس له حكم الجنازة. أما إذا بلغ أربعة أشهر فإنه قد نفخت فيه الروح فيأخذ حكم الجنازة من تغسيل وتكفين وصلاة عليه ودفنه في المقبرة تسميته. نعم. وإذا تعذر غسل ميت وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، يعني يأخذ أحكام الجنازة تماما، لأنه نفخت فيه الروح، هو مات بعد نفخ الروح فيأخذ أحكام الجنازة. ولما جاء في الحديث أن السقط إذا بلغ أربعة أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة. نعم. وإذا تعذر غسل ميت يمم. إذا تعذر تغسيل الميت بالماء، إما لعدم الماء وإما لأن الميت متهري ومتقطع ولا يتحمل الماء، فهذا ييمم، ييمم كما ييمم الحي، بأن يأتي الغاسل فيضرب بيديه التراب طهور ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، ويكفي هذا عن تغسيله، لقوله تعالى ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. فالله جل وعلا جعل الصعيد الطاهر يقوم مقام الماء عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، يكون الماء موجود لكن لا يمكن استعماله، فمثل الميت المتقطع والمتهري جسمه، فهذا يكفي التيمم، لأن التيمم بدل طهارة الماء إذا تعذرت. نعم. وسنة تكفين رجل. انتهى أحكام التغسيل، انتقل إلى القسم الثاني من أحكام الجنازة وهو التكفين. نعم. وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. الميت إما أن يكون رجلا وإما أن يكون أنثى وإما أن يكون صغيرا سقطا أو صغيرا دون التمييز، فإن كان رجلا فإنه يكفن بثلاث لفائف، ثلاث لفائف كل واحدة فوق الأخرى، وتكون من السنة أن تكون من البياض، من اللون الأبيض، سواء كان رجلا أو امرأة كفن بالبياض، لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، ولأنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض
فالسنة أن يكون الكفن من اللون الأبيض إذا أمكن، والرجل يكفن بثلاث لفائف تبسط على الأرض كل واحدة فوق الأخرى، ويجعل من الطيب فيها، تطيب وتبخر بالبخور، ويوضع الميت عليها ثم ترد أطرافها عليه كما يأتي. نعم. وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. بعد تبخيرها أي تطيبها بالبخور، بالبخور وهو العود أو ما تيسر من الطيب، أو الطيب السائل أو المذرور أو غير ذلك. نعم. ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط أخلاط من الطيب، تجمع خلاط من الطيب من المسك وغيره، تجمع في إناء أو في قارورة، ثم يوضع منها في قطن، يؤخذ منها في قطن ويجعل على منافذ بدن الميت، على عينيه وعلى فمه وأذنيه وفي مغابن جسمه ومواضع السجود منه، ويجعل أيضا من هذا الحنوط في اللفائف فيما بينها. نعم. ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن بين إليه إليتيه ومنه بقطن بين إليتيه. إيه نعم، يجعل منه بين إليتيه من قطن مطيب، ثم يثبت هذا القطن، يثبت بحزام على حقويه مثل التبان. نعم. والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. منافذ وجهه مثل فمه وأنفه وعينيه وأذنيه، لئلا يدخل من هذه المنافذ حشرات فتفسد بدن الميت. نعم. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن. يوضع الميت على ظهره فوق اللفائف، ثم يرد طرف اللفافة من الجانب الأيسر إلى جانبه الأيمن والعكس، اللفافة من الجانب الأيمن على الجانب الأيسر من أجل أن تتماسك بعضها ببعض، ما تجمع جميع وترد، لا، واحدة واحدة من أجل أن تتداخل أطرافها فلا تنحل. نعم. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر. العليا التي تلي جسم الميت هي العليا. نعم. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك. نعم. ثم يجعل الفاضل، يعني ما يتصل اللفائف قصيرة، بل يكون فيها فاضل على رأسه وعلى رجليه، فيرد الفاضل على رأسه وعلى رجليه، ثم تشد عليه العصايب لئلا تنتشر هذه اللفائف، تحزم بعصايب على رأسه وصدره ورجليه وقدميه. نعم. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، لأنه أشرف، يعني يكون الفاضل عند رأسه أكثر من الفاضل عند رجليه. نعم. وسن الامرأة خمسة أثواب. هذا الرجل، وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب، يعني خمس قطع. الرجل بثلاثة أثواب يعني ثلاث لفائف، وأما المرأة تكفن بخمسة أثواب، خمار على رأسها وإزار على أسفلها، خمار على رأسها وإزار على أسفلها، وقميص، تلبس قميص مخيط، ثم لفافتان يردان عليها، هذه الخمسة
إزار وخمار وقميص ولفافتان. نعم. وسن الامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان. والقميص هو الثوب المخيط. نعم. وصغيرة: قميص ولفافتان. أما البنت الصغيرة فهي أقل، يجعل عليها قميص ولفافتان، ولا تحتاج إلى خمار ولا إلى إزار. نعم. والواجب ثوب يستر جميع هذا الذي سبق بالنسبة لثلاثة الأكفان للرجل، خمسة الأكفان للمرأة، هذا هو السنة والأكمل. ويجزي ثوب واحد يستر جميع بدن الميت ذكرا كان أو أنثى، هذا هو الواجب، وما زاد عليه فهو مستحب. نعم. والواجب ثوب يستر جميع الميت. ثوب يعني لفافة، المراد بالثوب القطعة من القماش، يعني لفافة تضفي على جميع بدن الميت ولا يظهر منه شيء. نعم. فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف. انتهى من أحكام الأكفين، انتقل إلى الحكم الثالث وهو الصلاة على الميت. المسلم يصلى عليه حتى ولو كان فاسقا أو محدودا، مقام عليه حد رجم أو قصاص أو حد حرابة، فإنه يصلى على كل مسلم ولا يترك المسلم لا يصلى عليه، وذلك من أجل الشفاعة له، الصلاة شفاعة، فالذين يصلون عليه يشفعون له عند الله، لأنهم يدعون له بالمغفرة والرحمة. الصلاة على الميت شفاعة له من إخوانه المسلمين، وهذا من محاسن هذا الدين الإسلامي. شوف هالعناية بالميت، هذه من محاسن هذا الدين، فالإسلام يكرم المسلم حيا وميتا، وحتى في قبره يكرمه فيزار ويسلم عليه ويدعى له ويتصدق عنه، فلا تنقطع الصلة بالميت، قال مات وانتهى، لا، ما تنقطع الصلة به. نعم. وتسقط الصلاة عليه بمكلف، يعني الصلاة لا بد منها لكنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي ولو شخص واحد، رجل أو امرأة، فإن الفرض قد تأدى، ويبقى ما زاد فهو سنة. نعم. وكل ما كثر المصلون فهو سنة، فهو أفضل، وإلا الكفاية يكفي واحد مسلم. نعم. وتسن جماعة. هنا الجماعة أفضل، لأنهم كل ما كثروا فهو أرجى لقبول الدعاء والشفاعة فيه. وفي الحديث ما من مسلم يقوم على جنازته أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم. وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. نعم. إذا صلى عليها جماعة ولهم إمام، فإن الإمام يقف عند صدر الرجل، عند صدر الرجل، وفي رواية عند رأس الرجل، وأما المرأة فيقف عند وسطها محاذيا لوسط المرأة. نعم. هذا السنة، وإلا لو وقف حذاء الميت في أي مكان أجزأ، لكن الأفضل أنه يقف عند رأس رجل أو عند صدره، وأما المرأة فيقف محاذيا لوسطها، سواء الإمام أو المنفرد إذا صلى عليها شخص واحد. نعم. ثم يكبر أربعا. يكبر على الجنائز أربعا، هذا هو المشهور والذي عليه العمل وهو المجمع عليه، أما ما زاد عن الأربع فمختلف فيه، والمسلم لا يبحث عن الشذوذات والمخالفات، يكفي ما عليه عمل المسلمين.
وقد أجمعوا على الأربع واختلفوا فيما زاد عنها. نعم. ثم يكبر أربع، لأن بعض طلبة العلم يشوش على الناس، الناس ما اعتادوا أنه يكبر عليها خمسة أو ست، ما اعتادوا هذا. يجي واحد من طلبة العلم قرأ في كتاب ثم يروح يشوش عليهم، ما يصلح هذا. نعم. إذا صليت عليها أنت وحدك ما يخالف، تأخذ برأيك، لكن لو صليت بالناس ما تشوش عليهم بالأقوال التي لا يعرفونها ولا. نعم. لأنه بيقولون أثر الأولين ما يعرفون، أثرهم جهال وهذا أحسن منهم، لا يصلح هذا. نعم. ثم يكبر أربعا، يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح. نعم، يكبر أربع تكبيرات، قلنا هذا هو المجمع عليه وعليه العمل، فلا يزيد إذا صلى بهم إماما لا يزيد على أربع لئلا يشوش عليهم. أما إذا صلى وحده فهذا له ما يريد والمسؤولية عليه هو إن أخطأ وأصاب. أما اللي يؤم الناس لا سيما إمام المسجد فإنه يتقيد بما عليه العمل وما تجتمع به كلمة المسلمين، ولا يحصل بسببه إشكالات وسؤالات لماذا لماذا. فيكبر أربعا، أربعة تكبيرات، الأولى تكبيرة الإحرام، وهذه ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام. يقرأ بعدها الفاتحة بلا استفتاح، صلاة الجنازة ما لها استفتاح، يستعيذ من الشيطان ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة على الجنازة. نعم. يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. وإذا فرغ من الفاتحة يكبر تكبيرها الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. الإمام والمأمومون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. ويدعو بعد الثالثة، يكبر التكبيرة الثالثة إذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كبر التكبيرة الثالثة وبعدها يدعو للميت، يدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها مباشرة. نعم. ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد، ومنه الدعاء مطلق، يدعو للميت، يدعو للميت بما يعرف وما يسر الله له، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم تب عليها، اللهم تجاوز عنه، إلى آخره، ما يحضره من الدعاء. وإن دعا بالماثور فهو أفضل، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، من توفيته فتوفه على الإيمان، أو اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. نعم. والأفضل بشيء مما ورد، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطأ. اغسله بالماء والثلج والبرد، هذه مطهرات، هذه أنواع المطهرات، الماء والثلج وهو المتجمد من الماء، والبرد وهو المتجمد من المطر، هذه أنواع المطهرات. نعم. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم، إذا حفظ المسلم هذا الدعاء، ينبغي كل مسلم أن يحفظ هذا الدعاء فيدعو به في صلاة الجنازة. نعم، لأنه دعاء شامل للأحياء والأموات، ولأنه دعاء وارد، ولا شك أن الدعاء بما ورد أفضل. نعم. وإن كان صغيرا أو مجنونا قال، إذا كان ليس له عقل، صغير ما بلغ، أو مجنون ليس له عقل، فإنه يدعو لوالديه ويقول اللهم اجعله فرطا وأجرا وذخ، اللهم اغفر لوالديه واجعله فرطا وأجرا وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وأعذه من عذاب النار، واجعله في كفالة إبراهيم. نعم. وإن كان صغيرا أو مجنونا قال، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. والفرط، الفرط هو السابق، الفرط هو السابق، وسمي الصغير فرطا لأنه يسبق أهله إلى الجنة. نعم، ويشفع لهم. نعم. اللهم اجعله ذخرا لوالديه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا السابق إلى الحوض، ويريدون عليه الحوض يوم القيامة. نعم. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. يسن أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، مع تكبيرة الإحرام والثانية والثالثة والرابعة، كل تكبيرة يرفع يديه، هذا السنة. نعم. وسنة تربيع في حملها. انتهى من الصلاة، من أحكام الصلاة على الجنازة، بدأ بالدفن، بعد الفراغ من الصلاة عليها تحمل إلى القبر. يذكر لكم صفة الحمل. نعم. وسنة تربيع في حملها، يعني أن يحملها أربعة، كل واحد في قائمة من قوائم النعش أربعة، ويسن أن الواحد يتنقل أيضا بين الأربع، يحمل في الأولى ثم يتركها ويجي واحد مكانه يروح للثانية والثالثة والرابعة حتى يستوفيها جميعا إذا أمكن هذا. نعم. وسن تربيع في حملها وإسراع. يسن تربيع في حملها، يعني يحملها أربعة، هذا هو السنة. وإن حملها اثنان فهذا مباح، إن حملها اثنان فقط يجعل على كل كتف من كتفيه قائمة، يعني يدخل رأسه بين القائمتين ويجعل على كل كتف قائمة، فهذا مباح. نعم. وإسراع. يسن، عرفنا السنة الأولى وهي سنة الحمل كيفيته، السنة الثانية الإسراع بالجنازة، الإسراع بالجنازة، لكن لا يكون إسراعا شديدا يؤثر على الجنازة دون الخبب، لا يتباطؤون ولا يسرعون إسراعا شديدا، وإنما يكون متوسطا، لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو خيرا، فإن تكو صالحة
فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. نعم. وكون ماش أمامها، هذه السنة الثالثة، أن اللي يمشون، السنة أن الذين يشيعون الجنازة المشاة يكونون أمامها والركبان يكونون خلفها، هذا هو السنة. نعم. وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها، لحاجة، أما اللي ما له حاجة للركوب فالأفضل أنه يمشي، الأفضل أنه يمشي، لكن إذا كان كبير سن ولا مريض فإنه يركب لا بأس، لكن الركبان يكونون خلفها. نعم. وقرب منها، يسن للمشيعين أن يقربوا من الجنازة. نعم. وكون قبر لحدا، هذه السنة في القبر، يعني الآن وصل إلى القبر، القبر يكون فيه لحد، وهو الشق الذي يكون في جهته القبلية مما يلي القبلة قدر الميت، هذا يسمى لحد، لأن اللحد معناه الميل، سمي ذا الموضع لحدا لأنه مائل عن سمة القبر. ويباح الشق، وهو أن يكون في قاع القبر، يحفر قدر الميت في قاع القبر وسط قاعة القبر قدر الميت، ويسد عليه ويدفن، هذا الشق، والأفضل اللحد، قوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم. وكون قبر لحدا، وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، حينما يدخله ينزله إلى القبر يقول بسم الله، يعني بسم الله ندخلك وعلى ملة رسول الله ندفنك. نعم. ولحده على شقه الأيمن، نعم، اللحد يكون بالشق الأيمن مما يلي القبلة لا مما يلي ظهر الميت. نعم. ده على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة، نعم، يعني يوضع الميت في لحده مستقبلا القبلة، يعني الكعبة، يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. نعم. وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، نعم، المشيعون لا يجلس أحد منهم حتى توضع على الأرض، توضع على الأرض لأجل إنزالها في اللحد، أما ما دامت محمولة فلا ينبغي أن يجلس أحد من المشيعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس حتى توضع. نعم. وكره بلا حاجة جلوس تابع، أما إذا احتاج إلى الجلوس كونه مريض أو مقعد، أو إذا احتاج إلى الجلوس يجلس لو ما وضعت الجنازة. نعم. وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتجصيص قبر، نعم، تجصيص القبر حرام، وهو أن يطلى بالجص على ظاهره أو بالألوان المعروفة الآن، الألوان المعروفة الآن من البويات أو الرخام وغير ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، هذا وسيلة إلى الشرك. قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضع عليه جص ولا شيء، كقبور أصحابه، عليه تراب ومدفون بترابه، وعليه بطحة، مفطوح بالبطحة، وعليه نصيبتان، هذه قبور الصحابة هكذا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر والكتابة عليه والبناء عليه، كل هذا من المبالغات وفيها وسيلة للشرك، لأن العوام والجهال إذا رأوا هذه المبالغة وهذه الزخرفة وهذه الكتابات قالوا هذا ولي من أولياء الله، هذا ينفع ويضر، وأيضا هذا يميز بعض القبور على بعض، ولا ينبغي أنه يميز بعضها على بعض لئلا يلفت الأنظار. فمهما أمكن
مهما أمكن إخفاء الميت، لا سيما إذا كان من العلماء أو من أصحاب الصلاح، مهما أمكن إخفاؤه ولا يعرفه إلا أهله وإخوانه الزائرون فهو أفضل. ما يشهر يجعل عليه أشياء إذا رآها اللي ما شافه من الأول تعلق قلبه به. والإسلام جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا، أي مبنيا ومرفوعا، إلا سويته، يعني أزلت ما عليه من البناء أو الارتفاع، لئلا يلفت الأنظار ويتعلق به قلوب الجهال. هم الآن يدورون الأولياء، ما يستريحون لما يشوفون الولي، ثم يتعلقون به بالدعاء والتضرع والعبادة. نعم، كل هذا فتنة والعياذ بالله. وإذا بني عليه مسجد فهذا أشد. نعم. وتجصيص قبر وبناء وكتابة. نعم. وتجصيص قبر وبناء، بناء عليه، يعني يبنى عليه غرفة، يبنى عليه مسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لزوجته لما أخبرته عن كنيسة رأتها بأرض الحبشة وهي أم سلمة، قال لها: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. وبناء وكتابة. والكتابة يكتب اسمه، يكتب تاريخ وفاته، هذه يلفت الأنظار. نعم. ومشي وجلوس عليه. يكره إهانة القبور. شوف، الإسلام جاء بالاعتدال، فالقبور لا يغلى فيها ولا تهان، لا غلو ولا إهانة، فالميت له حق، لا يداس قبره ولا يجلس عليه ولا تلقى عليه القمائم والزبالات، بل إنه يجتنب ويحترم. حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فالإسلام جاء بالاعتدال، لا غلو ولا تساهل، لا إفراط ولا تفريط، فلا تهان القبور بل تسور وتحمى من الامتهان. نعم. ومشي وجلوس عليه. مشي على القبر أو جلوس عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثوبه وتنفذ إلى جسمه خير من أن يجلس على قبر. نعم. وإدخاله شيئا مسته النار. إدخال القبر يعني لا يدخل شيء مسته النار من الآجر والأشياء المطبوخة بالنار. نعم. وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده. نعم، الذين يشيعون الأموات ينبغي أن يكون عليهم السكينة وعليهم الاتعاظ والاعتبار، ولا يتحدثوا بأمر الدنيا ولا يمزحوا ولا يضحكوا، لأن هذا موضع اعتبار، هم موضع مزح وضحك وغفلة. نعم. وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. كل ميت يدفن في قبر مستقل عند الاستطاعة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه، كل ميت يدفن في قبر على حدة، وإنما يدفن أكثر من واحد في القبر عند الحاجة والضرورة، إذا كثر الأموات بمعركة قتال أو بمرض وباء أصاب الناس، وكونه يحفر لكل ميت قبر مستقل يشق على الناس، في هذه الحالة يدفن الاثنان والثلاثة في القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد
كان يدفن الاثنين والثلاثة من أصحابه في القبر الواحد تخفيفا على المسلمين من كثرة الحفر على ما فيهم من الضعف وما فيهم من المصيبة، فخفف الله عنهم فصار صلى الله عليه وسلم يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد. نعم، فإذا دعت الضرورة لمثل هذا فلا بأس. نعم. وأي الآن يحفرون القبور، الآن الجهال والخرافيون يحفرون القبور ويدفنون عليه، يقولون علشان البركة، علشان هذا ولي، هذا فيه بركة، فيضايقون الميت ويدفنون عليه. هذا من الإساءة إلى الأموات. نعم. وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت، حتى لو كان الميت قديم، لو أن القبر هذا قديم له عشرات السنين، ما يجوز أنه يدفن عليه واحد ثاني، ما يجوز. هذا ملك، الميت ملك القبر، لا يجوز الاعتداء عليه. هم يقولون لا، هذا للبركة علشان يدخل الجنة، كأنه ضاقت الأرض إلا قبرها الميت. نعم. وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي، المسلم لا ينسى ولا لا في حياته ولا بعد موته، فيدعى له ويستغفر له ويتصدق عنه ويحج عنه ويعتمر عنه. ووردت الأدلة بأن هذه الأعمال تنفع الأموات، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلا تنقطع الصلة بالأموات، بل يدعى لهم ويستغفر لهم ويتصدق عنهم ويحج عنهم ويعتمر عنهم حسب ما جاء في الأدلة. نعم. وأي قربة فعلت، أما أي قربة فعلت هذا محل نظر، لكن ما جاء به الدليل فإنه يعمل، وما لم يرد به دليل فلا يعمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الآية عامة خصصت بالحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وحديث سعد لما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن أمه وقد ماتت، قال نعم تصدق عن أمه. وكذلك الحج عن الميت، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي مات، قال صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل على أن الحج والعمرة يصل ثوابهما إلى الميت، فما جاءت الأدلة لوصول ثوابه فإنه يكون مخصصا لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما أننا نتوسع ونقول أي قربة، كل قربة يحتاج إلى دليل. نعم. وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعة، الصواب أن يقال أي قربة ورد الدليل بها فعلت للميت. نعم. وسنة لرجال زيارة قبر مسلم، كذلك من يعني ما ينفع الميت زيارة قبره والسلام عليه والدعاء له. نعم، هذا السنة، زيارة القبور سنة، قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها إنها تذكر بالآخرة. نعم. وسنة لرجال زيارة قبر مسلم، لرجال، أما النساء فلا تزور القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. النساء لا تزور القبور، إنما هذا خاص بالرجال. نعم. سنة لرجال زيارة قبر مسلم، زيارة قبر مسلم للدعاء له، وتجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار، زيارة قبور الكفار تزار للاعتبار فقط ولا يدعى لهم، زيارة قبور المسلمين لأمرين: للاعتبار وللدعاء لهم. نعم. وسنة لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده، لا، قراءة عنده لا، لكن الدعاء له والاستغفار له. نعم. أما القراءة عند القبور هذه بدعة. نعم. والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطب، هذا لا، هذا بدعة،
ما يوضع على قبره جريده ولا يغرس عليه شجره ولا هذا بدعه ما انزل الله به من سلطان. كون الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الجريده هذا خاص به صلى الله عليه وسلم بدليل ان الصحابه ما فعلوه، ولو كان هذا مشروعا لفعله الصحابه، انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده لانه علم انهما يعذبان. وحنا ما ندري من اللي يعذب من اللي نعم، ما عندنا علم. هذه ناحية. الناحية الثانية أن هذا ما فعله الصحابة وهم أحرص الناس على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا مستحبا لفعلوه. نعم. ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، وقول زائر ومار به. نعم، وهذا أيضا مستحب إذا مر بالقبور أن يسلم عليهم وأن يدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. وقول زائر ومار به: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يفعله إذا مر بالقبور. نعم. وتعزية المصاب بالميت سنة. تعزية وهي أن يدعو له بالأجر والثواب، وللميت يقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، هذا السنة. أما أنه تعمل حفلات وسرادقات قراءة قرآن واستئجار مقرئين، كل هذا من البدع والتكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أما الدعاء فإنه مشروع بدون اجتماع، وبدون إذا لقيته أو اتصل عليه بالتلفون أو بالجوال أو اكتب له رسالة بهذا الدعاء، ويكفي عن الاجتماع وصنعة الطعام إلى آخره. نعم. ويجوز البكاء عليه. البكاء جائز، لكن النياحة حرام. البكاء هذا رحمة، وأما النياحة فهي حرام لأنها جزع وسخط. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى على الميت، ولكنه نهى عن النياحة وعدها من أمور الجاهلية. نعم. ويجوز البكاء عليه، وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. نعم، الجزع يظهر إما بالصوت وهو الندب والصياح والصراخ، وإما بالفعل وهو شق الجيب ولطم الخد غير ذلك. هذا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، هذا من أمور الجاهلية. نعم. كتاب الزكاة. يكفي، ويكون هذا آخر درس إلى ما بعد الحج إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قدر الله على رجلين بحادث واحترقت السيارة بهما، وأحدهما مسلم والآخر غير مسلم. السؤال: إذا لم يتميز الرجلان ولا توجد قرائن، فهل يصلى عليهما ويدفنان في مقابر المسلمين ويغسلان أم لا؟ يصلى عليهما بنية المسلم، صلى على المسلم بنية المسلم. وأما الدفن فلا يدفنان في مع المسلم مع المقبرة المسلمين، يدفنان في مكان مستقل، في صحراء، في مكان مستقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: أسئلة كثيرة تسأل عن حكم دخول الإنسان مع الذين يغسلون الموتى من أجل أن يتعلم أحكام غسل الميت. لا أبدا، تعلموا بالمسجد، هذاكم تعلمتم إن شاء الله، ولا حاجة إلى أنكم تدخلون على الجنائز. نعم. ومن أجل العظة. العظة تعظوا الآن، تعظوا الآن بدون أنكم تروحون للجنائز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل للرجل أن يوصي بأن يصلى عليه في المسجد الذي يكثر فيه المصلون من أجل رجاء الشفاعة له عند الله؟ لا بأس بذلك إذا كان الوصية لغرض صحيح. بعض المساجد يجتمع فيها أهل الخير ويجتمع فيها جمع أكثر، فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نسمع كثيرا عن قصص بعض الصحابة والتابعين، وأن بعضهم لبس كفنه تحت ثيابه،
فكيف يكون ذلك وفقكم الله؟ وهل هذا الأمر سنة؟ المهم العمل الصالح، لو لبست 20 كفن ما هو بعبرة، هذا العبرة بالعمل الصالح والتوبة والاستقامة، والكفن ما هو مشكل أبدا. نعم، هذا لا أصل له ولا يثبت، فيما أظن ما يثبت عن الصحابة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المولود الذي هو دون 4 أشهر هل يدفن في ثيابه العادية وبدون صلاة عليه؟ اللي دون 4 أشهر هذا ليس له حكم الجنازة، يلف بشيء أو بثوب ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسوغ للوالد أن يغسل ابنته الصغيرة ذات 6 سنوات؟ نعم، اللي دون التمييز يغسله الرجال والنساء، ما في بس، أنه ليس له عورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك الصلاة تكاسلا فهل يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ إذا كان يصلي وإنما قد يتأخر أو لا يصلي مع الجماعة لكنه ما يتركها نهائيا، يصلى عليه، يعتبر من العصاة، يعتبر من العصاة. أما إذا كان يترك الصلاة ولا يصلي أبدا، لا في المسجد ولا في بيته ولا في الوقت ولا خارج الوقت، يترك الصلاة وعلمت هذا عنه فلا تصلي عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات الرجل فما حكم الإعلان عن موته بالجرائد؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن يخبر أن فلانا قد مات، لأجل أن يدعو له إخوانه ويصلوا عليه، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، يعني أخبر عن موت النجاشي لما في اليوم الذي مات فيه وهو بن حبشة، فالإخبار عن وفاة الميت لأجل غرض صحيح، الدعاء له والصلاة عليه، أو إن كان أحد له عليه دين أو حقوق يحضر، لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صاحب البدعة المكفرة هل يصلى عليه؟ إذا علمت أنه ما تاب منها، هي مكفرة، ولا علمت أنه تاب منها فلا تصلي عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك حكمة من قيام الإمام والمنفرد وسط المرأة وعند صدر الرجل عند الصلاة عليه؟ ما هنا شيء واضح، يقولون رأس الرجل لأنه محل العقل والتفكير، وسط المرأة لأجل يسترها عن من خلفه، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقوم القفازات اليوم عن الخرقة عند تغسيل الميت؟ نعم نعم تقوم، هل هي أحسن من الخرقة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح بعد قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت أن يقرأ سورة صغيرة من القرآن؟ هل يباح بعد قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت أن يقرأ سورة صغيرة من القرآن؟ لم يرد هذا، فيما أعلم أنه ما ورد إلا قراءة الفاتحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يذهب إلى المغسلة ويصلي على الميت وهو في المغسلة، أو يصلي عليه في المسجد قبل أن يصلي عليه الناس، فما الحكم في ذلك؟ مش الداعي لهذا، يصلي مع الناس إلا إن كان إنه مستعجل بيروح، ما هو باقي إلا ما يصلى عليها وبيصلي علشان يمشي، ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن بعد ما تغسل يصلي عليها قبل التغسيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يحفظ الدعاء للميت هل له أن يقرأه من ورقة صغيرة وهو في الصلاة؟ لا، ما له داعي هذا، يقرأ يدعو بالذي يحضره، والذي لو يردد اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، فيكفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دعاء اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله؟ ورد هذا، ورد. نعم. هل هذا خاص بالرجل دون النساء، أو يقال اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ يقول أهلا خيرا من أهلها، ما الزوج ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الذي يغسل المرأة إذا توفيت، وهل للابن أن يغسل أمه إذا لم توجد امرأة؟ لا،
الرجل لا يغسل المرأة إلا إن كانت زوجة له فقط، والمرأة لا تغسل الرجل إلا إن كان زوجا لها فقط، ما عدا ذلك فالمرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال. وإذا لم يوجد من يغسله من الرجال والنساء قال يوضع تحت ميزاب أو تحت صنبور يصب عليه ثيابه ولا يتغسل بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتهى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، إذا انتهى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ولم يكبر الإمام للثالثة بعد، فهل يعيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بأس. طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الدعاء للميت الصغير نقول واجعله في كفالة إبراهيم، لأن أولاد المسلمين في كفالة إبراهيم عليه السلام. نعم. يقول هل هو النبي وما المراد بهذه الكفالة وفقكم الله؟ هكذا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم لما عرج به إلى السماء، رآهم عند إبراهيم عليه السلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي فرط مات وهو لخمسة أشهر، وقال الأطباء إنه مات قبل 40 يوما. نعم. يقول لي فرط قد مات وهو لخمسة أشهر، وقال الأطباء إنه مات قبل 40 يوم، أي دون 4 أشهر، فهل يأخذ أحكام الجنازة أم لا؟ نعم، إذا كنتم تيقنين ويغلب على ظنكم أنه بلغ 4 أشهر فيأخذ أحكام الجنازة. نعم. وقول الأطباء ما هو قطعي، توقع منهم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين عدم التشويش على الناس وبين إحياء السنن الضائعة؟ ما هي بسنة يا أخي، ما هي بسنة، قال بها بعض العلماء أو فعلها بعض الصحابة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فلا تشوش على الناس. إذا صليت وحدك افعل ما تشاء، أما أنك تشوش على الناس تجيب لهم شيء ما ألفوه ولا عرفوه هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فات المسبوق بعض التكبيرات فماذا يفعل؟ يدخل معهم فيما بقي، وإذا سلم يكمل التكبيرات مثل المسبوق في الصلاة، يكمل ما بقي ويسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الأرض متحركة وغير ثابتة كالمناطق الساحلية، فهل يباح الشق في القبر؟ إذا كانت الأرض متحركة وغير ثابتة كالمناطق الساحلية، فهل يباح الشق في القبر؟ لا، هذا يبنى بناء قدر الميت، يبنى بناء قدر الميت ويوضع فيه الميت ثم يسقف عليه ثم يدفن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وعظ الناس عند القبر ما حكمه؟ ما هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استمر عليه، ولا كان الصحابة يفعلونه، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لسبب، وهو أن القبر لم ينتهي، فجلسوا ينتظرون انتهاء إعداد القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم لأجل استغلال الوقت. أما أن يتخذ هذا السنة هذا لم يثبت أن النبي داوم عليه ولا الصحابة فعلوه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول أنا امرأة نفساء لم أطهر إلا بعد 60 يوما. أنا امرأة؟ تقول أنا امرأة نفساء. نعم. ولم أطهر إلا بعد 60 يوما ولم أصلي بعد 40، فهل علي شيء؟ نعم، عليك قضاء ما بعد 40، لأن آخر أجل للنفاس 40 يوما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الأولى بالإمامة في صلاة الجنازة؟ الأولى إمام المسجد، إذا كان المسجد له إمام فهو الأولى، يعني لو تتوخر وتصير مكانه صار عند الناس إشكال، فهو الأولى به، هو الأحق بالإمامة. أما إذا كان ما في موضع مسجد ولا، فالأولى بها أقرب العصبة إليها. نعم. أول شيء الوصي، إذا كان الميت أوصى
فالوصي يقدم، إذا لم يوصي فأقرب أوليائه إليه. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحلق شعر الميت الموجود على العانة والإبط؟ إذا كان طويلا، إذا كان طويلا يخالف السنة فنعم يزال، أما إذا كان عادي لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عاجز عن أداء الحج لمرض ألم به منذ سنوات وهو من قطر، فأراد أن يوكل شخصا ليحج عنه، فهل يجوز له أن يوكل شخصا من مكة ليحج عنه، أم يلزمه أن يوكل من يحج عنه من بلده قطر؟ كونه يوكل من قطر أفضل وأحوط، يعني بعض العلماء يقولون لابد يمشي الوكيل من بلد الموكل، أحوط هذا، وإن وكل من مكة أجزى هذا إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نوى الحج هذا العام، نوى الحج هذا العام ونظرا لبرودة الجو في المشاعر، فيريد أن يلبس الإحرام إزارين ورداءين، فهل يصح ذلك؟ لا بأس بذلك، لو تحط 5 وزر و10 أردية ما يخالف، المهم ما تلبس مخيط فقط، لو تجعل كمبل أو بطانية تلتحف بها ما في بأس، المهم أنك ما تلبس المخيط. نعم. لكن وش يدريه أنه يصير برد في مزدلفة وفي عرفة، الله أعلم. نعم. يقول وهل للمحرم أن يلبس الفروة ولا يدخل يديه فيها؟ نعم لا بأس، إذا لبسها ولم يدخل يديه فيها وإنما طرحها عليه طرحا فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر صدقة جارية، فهل الصدقة الجارية هي ما يقدمها هو بنفسه قبل موته، أم التي يؤديها عنه أقاربه بعد الموت؟ يشمل ما يقدمه هو، وهذا أفضل، ويشمل ما يقدمه غيره من أقاربه أو إخوانه. نعم. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة جارية منه، هذا مطلق. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، التابع للجنازة يجد أحيانا في المقبرة أناس لم يرهم منذ زمن أو من لهم حق عليه، فهل يكره له التبسم حال السلام ولو تصنعا تحببا إليهم؟ التبسم لا يضر، لكن الكهكهة والقهقهة هذا هو أما التبسم مجرد تبسم بدون صوت هذا ما يضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التسليم على الجنازة في صلاة الجنازة تسليمتين، هل هذا مباح؟ هذا المشهور أن التسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتين فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت لأداء العمرة الأسبوع الماضي، فلما أحرمت من الميقات وأردت الدخول لمكة منعت من ذلك لأنه صدر قرار بمنع الوافدين من أداء العمرة اعتبارا من 15 ذي القعدة إلا بتصريح حج، فحللت إحرامي ورجعت للرياض، فما الحكم في ذلك؟ والله ما إذا منعوك ولم تستطع هذا إحصار، يعتبر من الإحصار، إذا لم تستطع تنفيذ العمرة منعوك منعا باتا هذا يعتبر من الإحصار، يكون عليك فدية، تذبح فدية وتتحلل. نعم. يقول وبعض زملائي الذين كانوا معي قاموا بنزع الإحرام ثم لبسوا الملابس العادية ودخلوا أمام التفتيش، فما الحكم في لبسهم المخيط، هل عليهم دم؟ أي نعم، يكون عليهم فدية الأذى، يخيرون بين ذبح فدية أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام على التخيير. نعم. ولو أنك فعلت هذا انحلت المشكلة. نعم.